قرب المنبت كده تمام، واشيلها اهو تمام. تعدي لحد 5 2 3 4 وتيجي بالعكس من هنا. الموضوع بسيط جدا، لازم تكون البشرة رطبة تمام، وبنيجي كده بالراحة خالص. التيب بتاعتها تبقى فاتحة كده ليه بقى؟ عشان هي دي تبقى الشعرات اللي بتبقى طالعة بتبقى شكلها مش ظريف ابدا. اهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مرة يشوفوني، والنهاردة حلقة خاصة جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا بقالي اكتر من اسبوع وحاجة ما عملتش اي ازالة لشعر الوجه عشان الفيديو ده مخصوص. كل الكوافيرات قفلت، البنات كتير جدا متضايقة ومش عارفة تعمل ايه. قبل كل حاجة حباكي تعملي لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناة، ليه؟ عشان في جزء تاني ان شاء الله هينزل، ها يا بكره يا بعده يعني، الوقت مش محدد، فلازم تكوني فعاله الجرس عشان يوصلك. هنعمل تنظيف قوي جدا للوجه وازاله للرؤوس السوداء وماسكات وكل اللي تحبيه كده قبل رمضان، نبقى متحمسين. فتاكدي ان انت تكوني مشتركه في القناه ومفعله الجرس وعامله لايك للفيديو عشان يوصلك الفيديو الجديد. طيب قبل كل حاجه خليني اكلمكم عن ايه الوسائل التقليديه او كل الوسائل اللي احنا هنعرضها في الفيديو ده، وهي 1 2 3 4 5 خمس وسائل ازاله الشعر في الوجه. اوكي طيب هنبتدي بالحاجات التقليديه. طبعا معانا الملقط الحبيب لكل الستات والسيدات والامهات. كل الستات عارفه الملقط. الملقط ده من اول الحاجات اللي الست بتستخدمه في ازاله الشعر. ومعانا كمان ايه؟ البكر او الخيط. الخيط طبعا باشكاله والوانه وكل احجامه. ومعانا بودره تقشير بتيجي بماركات كتير وحاجات كتير، هي ده جولين كريم تشقير، وحسب الدوله في انواع كتير جدا. ومعانا الشفره الجديده للوجه اللي بقت معروفه حتى هي بالكيس، لان انا عمري ما استخدمتها وحابه اجرب، واول مره ان انا استخدمها معاكم، وهيبقى تحدي صعب قوي قوي. فشوفوا الفقره دي لانها فقره هتبقى مؤلمه، لان انا خايفه بصراحه. ومعانا اخيرا اللي هي دي الاقتراح الجديد اللي انا حابه اقوله لكم، هو دول بيبقوا شرايح شمعيه جاهزه تمام، ورقيه، وكمان بيجي دايما في المجموعه جزء صغير للاماكن اللي هي بتبقى محتاجه حاجه رفيعه. وده انا اقصد بيه ان انتم ممكن تستخدموه للشارب، خاصه للستات اللي ممكن بتقترح طب انا ممكن استخدم سويت. انا لا ارشح تماما لا الشمع السائل ولا السويت في منطقه الوجه ابدا ابدا ابدا. غليظه، مش ممكن تعمل لك مشاكل كبيره، ممكن تعمل لك حرقان في الوجه وهكذا. فكل دي الوسائل الامنه، اي وسائل غير كده، غير طبعا جلسات الليزر، اعتقد ممكن يكون ليها اضرار. اكتبوا لي تحت في التعليقات لو انتوا عندكم اي وسائل تانية بتستخدموها غير اللي انا قلت عليهم دول، لعلنا كلنا نستفاد. ده مهم ان انا ابقى عارفه في وسائل تانية ممكن نعمل عنها حلقات غير. خليني اكلمكم انا في العادي بعمل ايه. في العادي انا بزيل الحواجب حوالين الحواجب من بعيد جدا، بستخدم الملقاط تمام. ده حاجه. وكمان الجزء بتاع الشارب بستخدم بس الخيط بس كده. واحيانا الجزء الابعد من الحاجب انا مش بطلع فوق عند منابت الشعر او كده، ولا شعر الوجه كنت بشيله، لان انا يعني شقره شويه فالشعر فاتح. الجزء بتاع الحاجب البعيد كنت برضو ساعات بستخدم الملقط وبس كده تمام. طبعا الملقط ليه ميزات وعيوب. ميزاته طبعا سهل التحكم، شعره تقدري تشيليها، خاصه الشعر اللي هو الظاهر قوي اللي هو حوالين الحواجب، مش ببقى قصدي ارفع على قد ما بشيل زيادات. طبعا البنات اللي مش حابه خالص تلمس حواجبها ارشح لهم وبشده كريم التشقير، بيبقى حوالين الحاجب من بعيد وبتستخدمه وبتسيبه فتره لحد ما يوصل الشعر للون الفاتح. وكمان ممكن يستخدم في الجزء الجانبي، بس يمكن في الشارب مش هيبقى لطيف، يعني يفضل بقى تزيليه سواء بالخيط او بشفره حلقه الوجه او بالستريبس بتاعت الشمع تمام. فده رايي يعني. طيب الفكره في ايه؟ الفكره في حاجه، ايه المشاكل؟ دايما في بنات كتير بتقول ان الملقاط بيعمل لهم مشاكل زي حبوب وكده. اول حاجه مشكله بيبقى ان الملقاط مش نظيف او مش متعقم او قديم مصدي، تعرض للتلوث وهكذا. فاهم حاجه تعمليها ان انت تعقمي الملقاط قبل ما تستخدميه. تاني حاجه تكون معاكي قطنه زي ما هوريكم دلوقتي، وهنشف الوجه كويس قوي قبل ما نعمل، لان لو في اي قطرات عرق
بتعمل مشاكل. الحاجة الثالثة، في بعض الناس بتستخدم بودرة الأطفال في المناطق زي الشارب وهكذا عشان الشعر يبقى ظاهر وما يكونش فيه أي تعرق، بس أحيانا ناس تانية بيعمل لهم الموضوع ده حساسية، منهم أنا، إن أنا أحط بودرة أطفال على وجهي ده ممكن يعمل لي حساسية أكتر من إن أنا أسيبه كده، تمام؟ فدي نقطة مهمة. الحاجة الأخيرة اللي أنا بقولها إن برضو طريقة النزع بالملقاط، ودي هوريها لكم شوية دلوقتي حالا، إن إزاي أنت بتمسكيه وبتبقي ظابطاه بحيث أنت تشيلي الشعرة أوكي، وفي نفس الوقت ما تبقيش بتعوري الجلد نفسه. دي تبقى مشكلة إن هي بيكون هي بتحفر أكتر ما هي بتشيل الشعر. فأنا هوريكم دلوقتي في المنطقة اللي بين الحاجبين إن أنا إزاي هشيلها بالملقاط بحيث إن هي ما تعمليش مشاكل. الحاجة الأخيرة، إن أنت أول يوم في إزالة الشعر دي حاجة مهمة جدا، ما ينفعش ابدا تحطي اي كريمات مش طبيعية، اي كريمات مش طبيعية، تحطي مكياج وهكذا. يعني اول يوم في ازالة الشعر خاصة الوجه كله يفضل انك تسيبيه تماما. في ناس بيكون عندهم بقى تحسس اكتر، خاصة اللي بتعمل فتلة للشعر كله الوجه كله، ده انا مرشحوش ابدا ابدا، ان الفتلة للوجه كله على المدى البعيد مضرة جدا جدا، لان هي بتعمل ترهل في المناطق دي، وعشان كده بتلاقوا الستات الكبار وشهم بيبقى اتبهدل. نزع بالطريقة دي لكل الوجه انا مرشحوش. انا ارشح ان لو الجزء اللي هي المناطق دي اللي هي الجزء ده والجزء ده اما نجيله هنقول وسيلتين بس اللي نستخدمهم. فيعني تابعي بقى الفيديو لان كل حتة قطعة في الوجه، كل منطقة في الوجه ليها افضل استخدام لوسيلة معينة، مش كل الوجه زي بعض. واخيرا غير كل ده، ان اللي طبعا يكون ملقاط خاص بيكي، ودي مشكله طبعا الكوافيرات، عشان كده انا شايفه ان في شويه اساسيات في ازاله شعر الوجه لازم انت تكوني تعرفي تعمليها وتعمليها لنفسك. حتى لو الكوافيرات رجعت انت اللي تعملي الحاجات دي لنفسك، سواء للطوارئ سواء ان انت ما يقعدش اصلا يبقى في وشك شعر. يعني انا كنت مفروض ان انا بشكل تقريبا كل 3 ايام بعمل اللي انا بعمله ده او 4 ايام ماكسيموم، فالحمد لله شبه عمري ما كان بيبقى في شعر عند منطقه الشارب او حوالين الحواجب او هكذا، فالحمد لله طول الوقت ما عنديش شعر لاني بعمله لنفسي، فمش مضطره انتظر، تمام؟ وطبعا حته الهايجين ان الحاجات دي تكون بتاعتك وخاصه بيكي. اول حاجه اعملها اهو زي ما انتوا شايفين، طبعا انتوا خلاص بقيتوا حافظين التعقيم لاي حاجه تكون اهو، تمام؟ برش الكحول اوكي عليها اللي هو 70%، خلاص احنا بقينا دكاتره اوكي، بحيث يبقى متعقم تمام. وبقطن او منديل يعني يكون نظيف، يعني مش فوطه. الفوط يا جماعه بتجيب حبوب، انا قلتها كذا مره وناس ما بتسمعش كلامي. حابين اكلمكم اكتر عن الحبوب اكتبولي في التعليقات، نعمل حلقه خاصه عن الحبوب واسبابها وايه اكتر حاجات تتفاديها عشان ما يظهرلكيش حبوب. زي ما انتوا شايفين انا بمسك الشعره اوكي من عند قرب المنبت كده تمام، واشيلها من غير ما يعني ايه، يعني ما بخشش عند الجدر، فاهمين؟ يعني بجيب الشعره من اخطر حته اقدر امسكها واشيلها من غير لما اخش قوي، ان انا اخلي الملقاط يلمس جلدي كده واعمل كده ممكن تتعوري. تاني حاجه مش شرط الشعره تتشال خالص، بالعكس هتلاقي الشعره يعني تحاولي قدر الامكان ان الملقاط نفسه ما يلمس جلدك. الملقاط ما بنحفرش بيه، ما بنعملش بيه. عايزه قبل ما تشيلي فيه شعر داخل جوه الجلد بتجيبي سكراب وتعملي سكرابنج الاول بحيث تكون كل الشعر طالع، وبعدين تبداي ايه تشتغل. شايفه انا بسبب ان انا سايبه حواجب بقى لها فتره طويله يعني شبه تقلت جدا، هو في بقى ايه الم حواجب تمام. حابين نتكلم انا كده كده في حلقه برده عن الحواجب هحطها لكم تحت في صندوق الوصف تقدروا تشوفوها ازاي بفتح حواجبي اهو تمام، وببدا ازيل. وحتى اللي هي الزوايد المنطوره تحت الحاجب والجزء ده كل ده انا بشيله بالملقاط مش بالخيط، فدي اول خطوه. تاني اهم منطقه فيها عشان نزيل الشعر فيها وهي منطقه الشارب، خاصه يا سلام بقى لو انت جيتي حطيتي روج وانت عندك هنا شعر بيبقى رائع بيبقى ظاهر جدا. ما تستخدميش ملقط منطقه الشارب، استخدام الملقط فيها نوعيه الشعر اخف من شعر الحاجب. اولا بتجدر يعني بتعمل بقى هنا بقى حبوب اكتر، ليه؟ لان مع وجود ان انت بتاكلي في منطقه يعني عند منطقه الشارب بتلمسي الحته دي اكتر من هنا بكتير، ف
احتمالية تكون حبوب فيها عالية جدا ورؤوس سودة لما بنستخدم الملقط، فيفضل عدم استخدام الملقط تماما في منطقة الشارب. اوكي، تاني حاجة نستخدمها في منطقة الشارب، ما انصحش برضو بالتشقيق. بود الشعر ده فاتح برضو شكله بيبقى مش لطيف ابدا، فمش فرق، فانا مش منصحش التشقير في المنطقة دي. التلات حاجات اللي احنا ممكن نستخدمهم في المنطقة دي، يا اما الشفرة دي تمام للحالات الخاصة اللي عندهم الام، في ناس عندهم يعني الالم بيبقى قاتل قاتل، فممكن، او بنت صغيرة لسه اول مرة تزيل الشعر وهكذا مش هتقدر تستخدم الحاجات النزع، فممكن نستخدم الشفرة الوجه. اوكي، او الخيط، وده اللي انا ارشحه وبشدة للمنطقة دي، والستريبس بتاعت الشعر. تمام، يبقى هي تلات مناطق بس اللي بنستخدمهم لمنطقة الشارب، تلات حاجات بس، يا ده يا ده يا ده. طيب انا بفضل ايه في منطقة الشارب؟ انا بفضل الخيط، الخيط ثم الخيط. طيب دلوقتي بقى خطوة حساسة جدا، ازاي استخدم الخيط لنفسي، ازاي اعمل زي الشعر الوجه بالخيط بنفسي. طيب في طريقتين كالاتي. الطريقة الاولانية، يا اما هتمسكي الخيط كده اوكي وتحطيه في ايدك تمام كده، دي الطريقة اللي انا بستخدمها، ان انا بعمل ايه، بلف واحد هنا التاني تحت اهو زي ما انتم شايفين، وبمسك بعمل زي كروس. اوكي، تاني نعيدها تاني، موضوع بسيط، بحط الاول طرف الخيط في بقي تمام، وبفضل محتفظة بالبكرة. في كذا طريقة، انا دي الطريقة اللي بستخدم، بجيب صبعين دول، الصبعين دول حسب انت شولة او يمنى، انا شولة اوكي، فانت هتعكسي، وبلف الصبع ده، يبقى ده وده، بعدين بقوم ايه اللي هو الاثنين دول لفاه مره اثنين، معلش عيدي الفيديو كذا مره عشان تفهمي. اوكي، في طريقه تانية، ان انت الطرف ده بدل ما تلفيه على الصباع ده ثبتيه في حاجه، ثبتيه في حاجه وتبداي تعملي، دي الطريقه المبدئيه. فممكن لو حابين اعمل لكم حلقه بقى ايه يعني، دي بقى محتاجه شغل يعني ست تاني خالص، ان انا اقعد اوريكم بقى الخيط بكل تفاصيل. تمام، طيب نوع الخيط الافضل، كل ما كان ارفع وفي يعني زي سلك مش قطن بيبقى اقوى تمام، عشان ما تقطعش بسرعه. تمام، اهو باجي في الطرف اللي انا عايز اجيب فيه الخيط، اهو بيوجع شويه طبعا، انا خلاص اتعودت، اول مره تاني مره موت موت. في ناس بتستخدم مخدر، بس انا شايفه انه لا، ممكن تحطي تلج قبل ما تديهي تعمليه ازاله الشعر، وبعد ما تزيلي الشعر تحطي تلج، او فقط الوفيرا جل، فقط الوفيرا، ما تحطيش اي كريمات تانية في اول ساعتين، هو الالوفيرا او كريم مخدر او كده، مضادات حيوية وهكذا، بس حسب الحالة يعني. انا مش شايفة انه الموضوع مضادات حيوية ده معناها ان في تلوث بكتيري حصل، ان الخيط كان ملوث، ايدك ملوثة، وجهك ملوث، واحنا قلنا من الاول نمسح كل المناطق دي كويس عشان ما يكونش في اي بكتيريا، واحنا خلاص بقى بقينا دكاترة تعقيم اهو. طبعا كل ما تقربي منطقة الأنف كل ما بيبقى مؤلم جدا. أنا نسيت أقول لكم حاجة، بنزق إزالة الشعر جوه الأنف آخر الحلقة، هوريكم مفاجأة، فتشوفوا الحلقة الأخيرة لأن في مفاجأة آخر الحلقة عشان نزيل شعر الأنف من الداخل عشان الخيط كويس. وأنا لفة لفات مش كتير قوي، بس أنا لفاه بالظبط، طبعا صعب قوي يبان في اللفه بتاع 3 4 لفات كده، فما بيتكسرش بسرعه. في ناس بتزود، تقعد تزود كده بحيث انه يبقى عدد اللفات الكتير ده هو ده اللي بيقوم لافف فشايل الشعره في جدرها. يعني انت بتعملي ايه؟ بتلفي الشعره وبعدين ايه؟ مش بتنزعي، يعني هي الناس بتبقى فاكره انك بتعملي كده كده، لا، هي اللفه نفسها دي هو بيقوم لافف على الشعره وواكلها، لافف على الشعره وواكلها، لافف على الشعره، فاهمين الفكره؟ يعني انا ما بحرك ايدي، انا بمشي في وجهي، بمشي عند منطقه الشارب، انا مش بحرك ايدي عشان انا بنزعها، فاهمين النقطه؟ هي نقطه حساسه شويه، بس هي دي الطريقه المثلى، يعني هي بتيجي بالتجربه. يعني انا علمت نفسي ده من وانا تقريبا في ثانوي او حاجه زي كده، انا اللي علمت نفسي ازاي استخدم الخيط. تمام، طبعا للاسف امهات بقى واهالي شايفين ان دي حاجه عيب جدا، عيب جدا، يعني انت كده اكنك اشتغلتي في كباريه، انك مسكتي كده الخيط اكن ده عيب، وده للاسف مجتمعات عربيه مش فاهمه ايه ده، فالبنات بتتعقد فبتطلع كده غريبه، يا تطلع كده يا تطلع كده، دا
ما فيهاش اي حاجه، انا شايفه ان دي حاجه عاديه جدا، وشايفه ان انا عادي ممكن من اول مثلا 10 12 سنه ممكن اعلم صوفيا حاجه زي كده عشان تعرف تهتم بنفسها. ده ما فيهوش حاجه، ده مش عيب. طبعا مش محبذ ان كل الناس تشوفني وانا بعمل كده، بس والله فعلا عشان الافاده وعشان الوضع صعب، فانا حبيت افيدكم قدر الامكان. هنا انا ما بحبش خالص استخدم ده كده، في اللي يعملوا كده ويقعدوا يقول لك ايه يلا يا حبيبتي شدي معايا. المشكله في كده ايه؟ برده هنا بيعمل احتماليه انك تتعوري عاليه جدا جدا، وبيوجع جدا، زائد ان انت ممكن كده تاخدي من الحاجب نفسه، وده مشكله سواء شكلا او مضمونا يعني دينيا. فانا اقترح ان الحتت دي زي ما قلت لكم من بعيد جدا بالملقاط. تمام، انا لسه هكملها عشان انا بس ايه حابه اوريكم الطرق اكتر وبس. ويعني ممكن فوق شويه لان كده كده مشدود، لكن تحت الجفن صعب جدا جدا. وهنا بين هنا ممكن لو حد عارف قوي يتحكم اهو، بس مش اي حد يعني. الحته دي صعبه شويه وبتوجع جدا، ممكن فيها احتمال برضو تتجرح، فانا برضو شايفه ان دي ممكن تتعمل بالملقاط. في اقتراح، لو انت اول مره تستخدمي الخيط وعملتي بس ايه حاسه ان لسه في شعر، انا ابقى برضو وريتكم الطريقه، هنستخدم ده. تمام اهو، طبعا انت الاول بتقعدي تعملي له زي مساجنج قد ما تقدري، وممكن بقى لو جامد قوي تحطيه في الميكرويف دقيقه او يعني مش دقيقه سوري 5 ثواني بالظبط اهو. تمام، تعدي لحد 5 2 3 4 وتيجي بالعكس من هنا كده. تمام، شلت اغلبه خلاص. ده للحالات الخاصه جدا زي ما قلت، اللي هي لا لازم تعمل نزع. مشكلته برضو ان هو يعني بيوسع الحته دي اكتر. انا كده تقريبا عملت اغلب الحاجب. عايزه اقول لكم بس حاجه مهمه في الحواجب، مش كل الناس لازم تعمل دي، بس الحالات خاصه اللي هو حواجبهم طويله وبتطول. في اهي ان احنا بنقص شعر الحاجب الزايد، انا مش مع صراحة الحركة دي، غير يعني لحد يعني ايه شعر حاجبه مستدعي. ما بنقصش بقى من الاول قوي وكده، احنا يدوبك بس بنشيل حاجة صغننة خالص 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 كده. لو طول قوي وبقيتي تلاقيه ان انتي مش متحكمة، انا بصوا انا من غير ما اقص اهو، لا يعني مش شرط، فاهمين؟ هي بس تلاقي واحدة كده نازلة، فهو ده اللي انا بقوله. مش ايه هما بقى مشكله الكوافيرات تقعد تعمل تقص لك كله كده، تلاقي في الاخر انت ما بقاش عندك حواجب اصلا موجوده يعني. فاحتفاظك باغلب الحاجب ده جمال، ولو ميك اب او لوك انت عايزه حواجبك ما تبقاش باينه قوي، بتعمليها بمسكره فاتحه قوي اللي هي مسكره مكياج، او تكوني مشقراها درجه او درجتين بده، خاصه لو انت صبغه شعرك فاتح بس كده. تمام، انا هيبقى فاضل لي خطوه مهمه، يعني انا حاسه انه لا مش مستدعي، مش مستدعي اقص المره دي، او ممكن مثلا اقص حاجه صغيره اطراف او حاجه، مش شرط خالص المره دي اقص. حاجه مهمه جدا اللي هي انا قلت لكم ان انا هجربهم معاكم، اللي هي دي. تمام، اللي هي ازاله الشعر باستخدام ايه الشفره. تمام، انا بقى استخدمها فين؟ عندنا المنطقة دي والمناطق دي، انا ما رشحش ابدا غير الستريبس اللي زي كده. تمام، بسيط قوي. تمام، او دي، لكن انا ما رشحش باي حال من الاحوال تستخدمي ابدا ابدا تستخدمي الفتلة ابدا في المنطقة دي بالاستخدام المتكرر. دي كل الستات بتعمله للاسف في الوطن العربي، بتهدل على المدى البعيد، بتهدل البشرة. طيب انا بالعادي ما بشيلش الحتة دي. الحاجة التالتة طبعا بودرة التشقير، تقدري تستخدميها في المناطق دي. طيب الموضوع بسيط جدا، لازم تكون البشرة رطبة. تمام، وبنيجي كده بالراحة خالص ونعمل لتحت. تمام، اهي الصوت باين، بصوا عايزة اوريكم كمية الشعر، انتوا متخيلين؟ عايزة اقول لكم مش مؤلمة تماما، الشعر الوبري اهو كله، انا عمري ما كنت بشيله، بس للأسف عشان اخر مرة اهو يا رب يكون باين، حاول يعني فوكس تمام. اخر مره انا كنت عامله شعري، عامله وجهي لما بعمل صبغات غامقه بيبدا يتصبغ، فقررت ان انا لا لازم اشيله لانه غمق. تمام، ومع ما بتاخدي فيتامينز للشعر برده بيزيده، فهو زي ما انتم شايفين لا كتير كتير يعني. احط لكم على قطنه. اهم حاجه كده عمرك ما تعملي كده، عمرك ما تعملي كده، اعملي لتحت. تمام، اوك
اوكي، بس انا مش هعمل بيها هنا ولا هعمل على مقدمه الخد. ليه؟ هتنبت شعر ما عندكيش، فهعمل بيها هنا بس وهنا بس. لو في شعر زايد تمام، وبرضو في اول الجبهه. طبعا خلي بالك عشان ما تشيش حاجة. طبعا خلي بالك عشان ما تشيش حاجبك، الحته دي تبقى انك محتاجه تظبطي الزاويه. ما تعمليهاش كده، لا كده، عشان يا دوبك تاخد سن صغير في الحته الضيقه دي. مش عارفه تتحكمي، خلاص ما تجسفيش. اوكي، زي ما وعدتكم بقى هنشيل شعر انف بايه. طبعا دايما بيطلع كده فيديو عجيب على الفيسبوك تريقه ان هو راحت كده بيشدروا شعره بالشمع، ده مش صح تماما. ازاله الشعر من الرؤوس للانف ده مضر جدا، سواء ان انت بقى كانف بتتحسس، واصلا وجود الشعر في الانف ده مهم كعامل من عوامل التنقيه. دلوقتي بقى طبعا احنا التنقيه فرقه معايا، ففي زي دي الاداه دي بتتباع كتير جدا، موجوده على كل المواقع في كل حته تقريبا في كل دول العالم. ببساطه الاداه دي تمام بتبقى من المقدمه كده، فيها زي حاجه كده دائريه بتقطع الشعر بس كده ببساطه. او الصوت كده ايه اهو، طبعا منظر لطيف جدا، بس هي شويه بتحسي ان انت عايزه تعطسي او كده، بس يعني انت بتعمليها بشكل دائري. احنا عارفين يا جماعه الحلقه دي بنات بس، مش عايزين ايه رجاله يدخلوا يتريقوا علينا اهو، بس كده تمام. خاصه بقى انت اهم حاجه في استخدامها ان انت تركزي ان انت المقدمه، يعني ايه التب بتاعتها تبقى فاتحه كده. ليه بقى؟ عشان هي دي تبقى الشعرات اللي بتبقى طالعه شكلها مش ظريف ابدا، اهي كده وكده، مش محتاجه تتعمقي قوي يعني، عشان هي بس اهم حاجه. طبعا محدش بيحب ان ايه شعر تبقى ظاهره كده من الانف، دي مش لطيفه. الوسيله الثانيه لو مش موجوده تستخدمي مقص صغير بس كده، مش اي مشكله مقص صغير. وبكده نكون شلنا تقريبا كل شعر الوجه الزائد. ممكن طبعا بنحتاج بعدها نشيل كده بفرشه نظيفه، اغلب الشعر طبعا بيكون متنطور في كل حته. طبعا ممكن تغسلي وشك بميه فتره مش سخن، عشان يعني مش هيبقى متحمل. لو عايز تعملي جلسه تنظيف بعدها انتظري ساعه تقريبا او ساعتين عشان بس تكون الدنيا هديت. وزي ما قلنا الموضوع بالاستمرار مش هيبدا، يبقى الالم يقل. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، وانتظروا الحلقه الثانيه. وهحط لكم برده رابط الحلقات اللي لها علاقه باللي انا قلته النهارده تحت في صندوق الوصف، والانستجرام بتاعي اعملوا لي فولو. اوكي، واشوفكم على خير، واكتبوا تحت في التعليقات كل اللي نفسكم فيه في الحلقات الجديده. ويلا اشوفكم على خير، باي باي.